بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح ببركة الصلاة على محمد وآله. الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وهنا سؤال يدور في أذهان كثير من الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ ما هو الغرض والمصلحة في هذا الخلق؟ لماذا الله خلقنا وخلق سائر الموجودات؟ هل لحاجة منه إلينا؟ كلا. هل للعبث؟ كلا. الله سبحانه وتعالى لا يعبث، لأن العبث إنما هو بسبب الجهل أو بسبب الضجر أو بسبب الفراغ، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن في آيات مختلفة، والجمع بين تلك الآيات يعطينا صورة متكاملة من الجواب. الله سبحانه وتعالى هو القادر، ولا ينقصه شيء إذا خلق خلقاً، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى رحيم ودود شكور وما إلى ذلك من الصفات، فمقتضى اللطف الإلهي هو أن يخلق المخلوقات. إحنا وقتنا محدود، إمكاناتنا محدودة، قدراتنا محدودة، ولذلك
لازم نصرف هذا الوقت فيما فيه النفع لنا أو النفع لغيرنا بما يعود ذلك النفع لنا أيضا. الله سبحانه وتعالى قادر قدرة مطلقة، خلق لو ما خلق، رزق لو ما رزق، لا يتغير في ذاته شيء. فمقتضى اللطف أن يخلق مخلوقات ويرحمهم، ولولا ذلك لكان مثار للسؤال. لو كان هناك سائل، أنت قادر وهذا العمل لا يكلفك شيء ولا ينقصك شيء، فلماذا لم تعمل هذا العمل أن تخلق موجودات وترحمهم؟ فإذن الله سبحانه وتعالى خلقنا لا لحاجته إلينا، وإنما لحاجتنا إليه. إذا نريد نمثل فد مثال لتقريب الفكرة، إذا أنت لك أموال ولك وقت وجدت محتاجا، هسه نفرض أي دين هم ما موجود، وإذا ساعدت هذا المحتاج أنت ما تحتاجه أصلا، تعلم بأنك من الآن إلى يوم أن تموت لا تحتاج إليه، ولا أحد يعرف بذلك، حتى أنه أنت لأجل غرض السمعة أو كذا ستقوم بذلك، ومساعدته لا تنقص من ثروتك شيئا. إذا ما ساعدت مو مثار سؤال؟ لماذا لم تساعده؟ مثار سؤال. مرة تقول أنا ما أتمكن، ما يخالف. مرة تقول ما عندي، ما يخالف. مرة تقول أمور أهم عندي، لا بأس. لكن إذا ما موجودة هذه الأمور يكون مثار سؤال. الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يخلق الخلق وهو الغني القادر العالم الحكيم، كان مثار سؤال أنه ليش ما خلقهم؟ أنت كنت تتمكن من خلق مخلوقات بلا أن ينقصك شيء، وأن ترحمهم، لماذا لم تخلقهم؟ ولأن الله حكيم وعالم وقادر، لذلك خلق. والغرض الأقصى والأسمى هو الرحمة، كما في هذه الآية التي تلوناها: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك، يعني للرحمة، ولذلك خلقهم، يعني الله خلقنا ليرحمنا. زين، الله حكيم، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه. الحكمة شنو هي؟ وضع الشيء في موضعه. إذا الإنسان جاهل لا يضع الشيء في موضعه، هذا مو حكيم. وإذا عالم ولا يعمل حسب علمه، فهذا أيضا مو حكيم. بدل أن يضع الشيء في موضعه يضع في غير موضعه، هذا مو حكيم. الحكمة وضع الشيء في موضعه. زين، الله صحيح رحيم، لكن هذه الرحمة تحتاج إلى محل قابل. فلو وضع هذه الرحمة في محل غير قابل، هذا خلاف الحكمة. لنضرب مثالا، إذا أكفت فقير، أنت تساعده بس تعلم بأنه بهذه المساعدة راح يستفيد من هذه الأموال في الإجرام، في القاتل، في المعصية. إذا ساعدت عملك صحيح، لو مو صحيح بتقول زين أنا كريم وعندي أموال كثيرة أرد أساعد هذا الفقير، يقال بأنه صحيح أنت كريم، لكن لازم تكون حكيم أيضا. والحكمة وضع الشيء في موضعه. فرحمة الله سبحانه وتعالى الإنسان يحتاج أن يكون قابلا لهذه الرحمة حتى تصب هذه الرحمة عليه.
كيف يصبح الإنسان محل قابل لهذه الرحمة؟ الجواب بالعبادة. إذا الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى يصير محل قابل لهذه الرحمة. ولذلك في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تضم هاتين الآيتين أحدهما مع الآخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يصير هدف أقصى وهدف أدنى. الهدف من الخلقة العبادة، والغرض الأقصى أن تلك العبادة تجعلك قابلاً لأن تكون موضعاً لرحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن العبادة طريق إلى الرحمة، والرحمة هي الغرض والهدف والسبب التي كان وراء خلق الله سبحانه وتعالى للبشر. إذن فالإنسان لازم يجعل نفسه محل قابل لهذه الرحمة. كيف يجعل نفسه محلا قابلا لهذه الرحمة؟ بالالتزام بما أمره الله سبحانه وتعالى، وبترك النواهي. وهذه الأوامر وهذه النواهي إنما الله سبحانه وتعالى أمر ونهى لا لحاجة منه إلى ذلك الأمر وإلى ذلك النهي، وإنما لحاجة الناس. وإلا إذا كل الناس عصوا، هل يصير خلل في ملك الله سبحانه وتعالى، في قدرة الله، في علم الله؟ كلا. إذا الله سبحانه وتعالى يريد كل الناس يبيدهم، يجيب غيرهم، يتمكن كما دلت عليه الآيات القرآنية، وهو أمر واضح. وإذا كل الناس عصوا الله سبحانه، أصلا ما اعترفوا بوجوده، يضر الله سبحانه وتعالى شيء؟ لا. فواحد من الخطباء كان يمثل فد مثال لطيف، يقول أنه إذا إحنا بلغنا أنه في أحد مجاهيل إفريقيا في غاباتها مليون نملة دا يطلقون شعارات ضدنا، مليون نملة في غابة دا يقولون الموت لفلان، إحنا ننزعج؟ لا، نضحك. ليش؟ لأن اسم مليار نملة خل تطلق شعارات ضدنا، يأثر شيء فينا؟ لا. بس بلا تشبيه، هذا من باب تقريب الأمر إلى الذهن. إذا كل الناس كفروا يخرجون من سلطان الله سبحانه وتعالى؟ كلا. يخرجون عن تدبير الله سبحانه وتعالى؟ كلا. يتمكنون من الفرار من حكومة الله سبحانه وتعالى؟ كلا. فإذن حينما الله سبحانه وتعالى خلقنا لحاجتنا إلى الرحمة، ولكن لازم نكون محل قابل لهذه الرحمة التامة. لذلك علينا أن نوفر الأسباب لذلك. أكو في حديث أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وأخرج ذريته من ظهره، كان نائما فاستيقظ فرأى ذريته تملأ الفضاء، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بتفصيل أحاديث متواترة في معنى عالم الذر. فحينما استيقظ ورأى أن هؤلاء ذريته ملأوا السماء، لأنه حينما أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظهره كانوا كالذر. الذر صغار النمل التي بالكاد ترى بالعين، أو البقل في أول نباته أيضا بالكاد يرى،
هذا يسمى ذر أو ذرة. فبهذه الصورة كانوا. فهناك آدم رأى بعضهم أكبر من بعض، أعظم من بعض في الحديث، ورأى بعضهم فيه نور قليل، بعضهم رآهم فيه نور كثير، ورأى بعضهم لا نور فيه. فهنا سأل سؤال من الله سبحانه وتعالى، سؤال أنه لماذا خلقتهم هكذا مختلفين؟ لأنه الاختلاف من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون في كل شيء، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومثال الألسن والألوان هذا مثال ظاهر، يعني إحنا عندما نرى شخص بمجرد نظرنا إليه نشخص أنه أبيض أسود أسمر أحمر أصفر، وبمجرد أن يتكلم نشخص أنه هذا عربي أو عجمي أو نعرف لغته أو ما نعرف لغته. وإلا اختلاف الناس في كل شيء، اللون واللغة هذا من أظهر مصادق الاختلاف. ومن آياته، من آيات الله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. زين، فحينما رأى آدم بهذه حال هؤلاء ذريته سأل الله سبحانه وتعالى، استأذن في السؤال فسأل أنه لو خلقتهم بكيفية واحدة، بطبيعة واحدة، بجبلة واحدة، بلون واحد، زين، لا يوجد فيهم تباغض ولا تحاسد ولا كذا، لو سؤال الله سبحانه وتعالى قال له أنه أنت بطبيعتك تكلفت ما ليس لك به علم. طبعا هذا ما ينافي مقام عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السؤال هذا مطلوب ومرغوب إليه، مفتاح العلم السؤال. لكن تارة يكون السؤال استفهام، وتارة يكون طلب ودعاء. عد الطلب والدعاء قسمياً، مرة أنت تطلب شيء خلاف سنة الله في الكون، هذا الطلب ناشئ عن عدم العلم. يعني أفرض إذا واحد من أقربائك مات، تجي تصلي ركعتين وتقول يا رب أحيي هذا الميت، هذا طلبك مو صحيح، يكشف عن عدم العلم. ليش؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى هو أنه إذا مات كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلا في موارد معاجز مثل معجزة عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أو معجزة الإمام المهدي في الرجعة، هذا استثناء. بس السنة العامة هي أنه إذا مات انتهى إلى يوم القيامة. فإذا واحد يطلب شيء خلاف سنة الله سبحانه وتعالى فهذا طلبه غير لائق. مرة لا، واحد يطلب شيء من الله سبحانه وتعالى وهو من ضمن سنن الله سبحانه وتعالى. يعني واحد فقير يقول يا رب ارزقني ويروح يعمل، هذا دعاء مطلوب. عندك مريض تدعو الله سبحانه وتعالى، تروح للطبيب وتدعو الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمرك بهذا الدعاء. فمر الإنسان يطلب من الله تغيير سنة من سننه الكونية التي لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، هذا يكشف عن عدم العلم. ومر يطلب من الله سبحانه وتعالى حاجة في ضمن سنن الله سبحانه وتعالى، بتغيير تقدير، بزيادة عمر، بشفاء مريض، بإزالة حاكم ظالم وما إلى ذلك، فهذا مطلوب ومرغوب إليه بشرط العمل، يعني يعمل ويدعو. زين، آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام سؤاله كان طلب تغيير سنة من سنن الله،
لأنه سنة الله سبحانه وتعالى اختلاف الخلق كما ذكرنا من الآية الشريفة. فطلب يكشف عن عدم علمه، مو معصية، هذا واحد ما يعلم شيء، والأنبياء مو لازم يعلمون كل شيء، وإنما الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم العلم. واختلاف درجات الأنبياء في بعض الأحيان يكون بسبب اختلاف درجات علمهم، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو أعلم الأنبياء، لأن الله علمه ما كان وما يكون وما هو كائن، لكن أنبياء آخرون درجات علمهم متفاوت حسب ما علمهم الله سبحانه وتعالى. بين قوسين مثل قضية نوح، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأن إحدى زوجتي نوح كانت كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكان لها ولد هو كنعان، تأثر بأمه فكان كافرا، والله سبحانه وتعالى وعد نوح بأن ينقذ أهله، فلما غرق ابنه سأل سؤال، هذا السؤال شنو كان اللي الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا الخطاب؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أني أعلمك حتى لا تكون جاهل، لأن نوح ما كان يدري هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى علمه إياه. كان السبب أن نوح طلب من الله أن يغير سنة، السنة أنه إذا نزل العذاب هذا العذاب يشمل كل الكافرين، سأل من الله سبحانه وتعالى أن هذا العذاب لا يشمل ابنه ولو كافر، لكن يستثني من العذاب، هذا خلاف السنة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، أن إهلاك الكافرين من سنن الله سبحانه وتعالى، ما بها استثناء. أو أن نوح عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدي ابن كنعان بالإكراه، لأن الله يقدر يغير القلوب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى إذا يريد الآن في لحظة واحدة كل الكفار يصيرون مؤمنين يقدر لو لا يقدر، لكنه هذا يكون إكراه وإجبار، يعني تغيير تكويني في تركيبة خلقهم. فلعل نوح سأل تغيير كفر ابنه إلى إيمان بتدخل غيبي بالإجبار، بإجباره على الإيمان، وهذا هم خلاف سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر أن يكره الناس على الإيمان بتغيير قلوبهم، لكن هذا خلاف السنة، سنة الاختيار والاختبار. زين، نرجع إلى قضية آدم عليه الصلاة والسلام. فالسؤال آدم كان سؤال بتغيير التقدير، بتغيير السنة، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال له تكلفت ما ليس لك به علم. وإلا إذا مجرد دعاء في أمور اللي هي في ضمن سنن الله سبحانه وتعالى هذا مطلوب، زين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لذلك أنت لما تريد تدعو لازم تشوف أنه على أي شيء تدعو، المدعو شنو هو، المدعو لأجله شنو هو. إذا خارج سنن الله سبحانه وتعالى هذا دعائك، هذا الدعاء يكشف عن جهل. يعني إذا واحد يدعو على مؤمن بأن ينزل الله العذاب على ذلك المؤمن، هذا الدعاء يكشف عن جهل، وهكذا في سائر السنن الإلهية. إذن عندما رأى آدم وسأل هذا السؤال الله أجابه. لماذا الله فرق بين الناس؟ الله يجيب آدم، يقول هذا الاختلاف لمصلحتهم،
لو ما كان هذا الاختلاف الحياة ما كانت تدور. إذا كل الناس كانوا في قمة العلم وفي قمة الرزق، زين، كل الناس مليارديرية وكلهم علماء في قمة العلم، زين، منو يروح يصير الكناس؟ ومنو يروح يتخذ الحرف الوضيعة اجتماعيا؟ منو راح يصير إذا كل الناس مليارديرية وكلهم علماء؟ منو راح يصير العامل؟ ومنو راح يصير سائق التاكسي؟ ومنو راح يصير الخباز؟ ومنو راح يصير الحداد؟ زين، فالحياة كانت تمشي؟ ما كانت تمشي الحياة، كانت تتوقف الحياة. فالمصلحة باختلاف الناس في أذهانهم، في قدراتهم البدنية، في رزقهم. يمكن واحد يكون ذكي بس رزقه قدر عليه، واحد يمكن يكون أبله والله سبحانه وتعالى يرزقه. أكو في حديث أن الله سبحانه وتعالى رزق البله، البله جمع الأبله، حتى الناس يعلمون أنه الرزق مو بالشطارة، مو بالذكاء. قد يكون الذكي أيضا ثري، لكن أيضا الأبلهم قد يكون ثري، وقد يكون الذكي فقير، وقد يكون الأبله أيضا فقير. فالحياة حركتها تتوقف على هذا الاختلاف. هذا أول الشيء. الثاني، في نفس الحديث الله يخاطب آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول هذا الاختلاف أيضا سبب للرحمة. الغني يشوف الفقير فيساعده، يكون مزيد للثواب حتى يكون لائق لتلك الرحمة، لأن الرحمة هي هم درجات. الرحمة التي رحمها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله هو أكثر من الرحمة التي يرحمها الإنسان العادي. والناس أيضا درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الفقير يشوف الغني فيسأل الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب ارزقني كما رزقته. لأن الغبطة زين، الحسد مو زين. الغبطة فرقها عن الحسد أن الحسد تمني زوال النعمة من الغير، الغبطة لا، تقول الله يعطي أكثر ولكن يعطيني كما أعطاه، هذا الغبطة. يرى الفقير فيدعو الله سبحانه وتعالى يصير مزيد في درجاته، أو يصبر، لأن الصبر أيضا يزيد درجات الإنسان، وبشر الصابرين. وكذلك الإنسان يشوف الأفضل منه يسعى لكي يصل إلى تلك الدرجة ولكي يكون أفضل منه في التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كلهم بدرجة واحدة بعد التنافس ما إلى معنى، فاستبقوا الخيرات ما إلى معنى. فلذلك هذا الاختلاف رحمة للإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختلاف أمتي رحمة. الاختلاف مو بمعنى التنازع والتناحر، ذاك مذموم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاختلاف أحد معاني الذهاب والإياب، واختلاف الليل والنهار، يعني ذهب الليل وجا النهار. ومن معاني أنه هؤلاء يتنافسون، لأن التنافس فرع الاختلاف. إذا مثلا الآن في عالم اليوم مثلا مسابقات الرياضية يتنافسون، وفريقيا أكو فريقيا يتنافسون في الخيرات. أنا أشوف هذا عمل صالح، زين، أقول ليش أنا أقل منه أكون؟ مو حسدا له، لا، وإنما أقول كما فعل ذلك الخير أنا هم أفعل الخير، وهذا يكون بالصالح. فلذلك اختلاف أمتي رحمة بهذا المعنى صحيح، بل هو ضمن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون اللي ذكرنا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن فآني وأنت والجميع يتمكن من أن يجعل نفسه محلا قابلا لتلك الرحمة، ويمكن أن يسلب من نفسه تلك الرحمة، يسلبها من نفسه. في الحديث
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحديث شنو يقول؟ الحديث يسأل سؤال يقول الكافر شنو عند النور اللي الله سبحانه وتعالى يقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ هل كان عند النور حتى الله يخرجه من النور إلى الظلمات؟ الجواب نعم، لأن الله عندما خلق كل إنسان خلق فيه فطرة سليمة، وتلك الفطرة هي النور. وحتى المنافق عندما يتشهد الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المنافق بنفس هذه الكلمة يشرق نور في قلبه، لكن عملا يخالف هذه الكلمة فهذا النور يمحى منه، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وعكس بالنسبة للمؤمنين، المؤمن قد يكون في ظلمات الجهل والكفر والشرك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذن الإنسان يقدر يجعل نفسه محل قابل للرحمة، ويقدر يسلب من نفسه هذه الرحمة، وهذه الرحمة الإنسان يتمكن من أن يجعل نفسه قابلا للرحمة الأكثر. لأنه أنت استثني الأنبياء والأئمة اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم من طين أعلى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، استثنيهم، سائر الناس درجاتهم بسبب أعمالهم وعقائدهم. إذا فكرة صحيح، عمل صحيح، أخلاق صحيحة، كلما كان درجته أكبر، عمله أكبر أكثر، تهذيبه للنفس أكثر، أخلاقه اللي هي الصورة الباطنية إلى أحسن، درجاته تكون أكثر. وهذا بعمله وبجهده. وإلا سلمان الفارسي وأبو ذر مثلا وحبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، شنو فرقهم عنا؟ بل إحنا من جهات ظروفنا أحسن من ظروفهم كانت، لأن الذول بالأساس كانوا مشركين قبل الرسول صلى الله عليه وآله. أبو ذر كان مشرك، زين، حبيب بن مظاهر قبل الإسلام كان كافرا فأسلم في السنة الثامنة من الهجرة. إحنا ولدنا بحمد الله من أبوين مؤمنين مسلمين، فظروفنا أحسن من ظروفهم، فكيف وصلوا إلى تلك الدرجة العليا؟ معنى ذلك إحنا هم إذا حاولنا قد نصل، بس إذا ما وصلنا بدرجاتهم دونهم في الرتبة. ويوم القيامة يوم الحسرة. ليش يوم الحسرة؟ وأنذرهم يوم الحسرة، مو فقط الكفار يتحسرون، لا، كافر في نار جهنم يتحسر، المؤمنون أيضا يتحسرون. طبعا هذه في القيامة قبل الدخول في الجنة، لأنه إذا دخلوا في الجنة ماكو شيء ينغص عليهم العيش، إذا دخل الجنة ينسى الحسرة وكذا، تروح من عنده، ماكو شيء في الجنة ينغص العيش، هذا ما قبل الجنة. المؤمن في يوم القيامة الرجل يرى زوجته أعلى منه بألف درجة، أو بالعكس الأخ يرى أخاه أعلى منه بمليون درجة. لأنه أنت بالدنيا عندما تشوف التفاوت في الأمور المادية شقد، أكو واحد لا يملك دينارا واحدا ولقمة العيش، وأكو آخر عندما يموت إذا يوزعون ثروته على كل الشعب السعودي راح كل واحد يحصل له 14 مليون ريال، زين، واحد ما عنده ريال واحد، وش قد درجات كثيرة في الدنيا. الآخرة ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. واحد أخ وأخو وأخوه في درجة يعني في منزل واحد، من أب واحد أم واحدة ظروف واحدة، يشوف أخوه مليون درجة فوقه وما يتحسر، خل ليش يتحسر؟ ذاك استفاد من الظروف بالنحو الأحسن، وهذا ما استفاد من الظروف بالنحو الأحسن، كالظاهة في اللهو وباللعب وبالتسويف وبالكسل، زين، والانسياق وراء القوة الغضبية والقوة الشهوية. حتى إذا مو حرام حلال، أكو أفضل وأكو فاضل وأكو عادي،
إذا أنت تقدر تكون الأفضل ليش لا تكون الأفضل؟ ويمكن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القابلية لكل إنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أكو في الحديث الشريف وفي أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق طينة الناس، هذه الطينة صب عليها الماء الملح الأجاج، وصب عليها الماء العذب الفرات. وهذا إما بمعنى حقيقي أو معنى كنائي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الطينة استعداد الخير واستعداد الشر حتى يتم الامتحان. مضمون هاي الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. فإذا أنت عندما تقدر تكون الأفضل ليش لا تكون الأفضل؟ واحد يتحسر يوم القيامة، حتى الناس المؤمنون الصالحون في يوم القيامة يتحسر، كان يمكنني أن أكون أفضل، لماذا لم أكن الأفضل؟ كان يمكنني بكل سهولة أن أحصل المقامات العالية، ليش ما حصلت هاي المقامات العالية؟ عبادة الله سبحانه وتعالى سهلة مو صعبة. قد بعض الأحيان الإنسان يشعر ببعض الرغبات النفسية، يريد ينام مثلا، أو يريد يشاهد برامج مباحة أو كذا أو كذا أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مقدار. أنت تكون في لذة في غير حرام، تقعد مع أصدقائك وتتحدث بما لا يكون فيه المحرمات من الغيبة والتهمة والنميمة وما إلى ذلك، هذا أمر مطلوب، وإذا الإنسان نوى الخير نفس هذه الأمور يكون فيها ثواب. لكن فرص كثيرة تذهب على الإنسان، وخاصة بالتسويف، الإنسان يسوف هسه، اليوم ما صار باكر، اليوم ما صار باكر، عقب باكر كذا كذا كذا، إلى أن فجأة بدون إنذار مسبق ينتهي عمره. والله سبحانه وتعالى من لطفه علينا هيأ كل الظروف، لذلك يوم القيامة ما عند واحد حجة على الله سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما حد ما إلى حجة على الله سبحانه وتعالى. الظروف كلها مهيئة، الفطرة سليمة، ألست بربكم قالوا بلى. وإحنا الحمد لله الله أكمل نعمة علينا في بلد الإسلام، ومن أبوين مسلمين، وفي مجتمع إسلامي، هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا أنه نفحات عنده، شهر رجب، شعبان، رمضان، وإحنا قريب شهر رمضان، هذا الزمان مبارك، الله سبحانه وتعالى إلى نفحات في هذا الزمان، وأمكنة مباركة، نفحات في هذه الأمكنة، زمان مناسب، مكان مناسب، موجودة، ظروف مناسبة، كلها الله سبحانه وتعالى مهيئها لنا، بس ها شوية واحد يتحرك. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها